فما كلمة سمعناها برشا في وسط السلسلة إلى حد الآن هي كلمة بايرة. تقالت مرة نجموا نقولوا المرة الأولى هكا انستالاسيون نتاع البيرسوناج باش نجموا نفهموا، لكن تقالت برشا مرات برشا مرات برشا مرات. ما تراش اللي كثرتوا منها؟ لا تركيز الكلام به لأنه فيكتيفمون هي عزيزة بايرة. أي لكن رباب صغيرة صحيح. اما البيرسوناج عزيزه صغيره صغيره بارابور العزيزه انت اصغر من العزيزه برشا، دونك اما امراه في الأربعين سنه معناها اقل ما يمكن نقول عليها. وراجل كيف دخل 40 سنه ما نجمش نقول عليه علاش باير؟ لا احنا ما مرتبطين بالتوانسه، احنا ماناش نسكنوا في، لا احنا مرتبطين بالتوانسه شنو يقولوا على فلان عمره 40 ولا الراجل. ندخلوا في مساله اجتماعية خطرها في مينيست برشا دونك فوالا. هو تطرح راه السؤال هذا تطرح واحنا في البريباراسيون واحنا في التورناج زاده، وقعدنا في كل مره نقولوا اكيد باش يسالونا على الاستعمال نتاع الكلمه هذه. ولكن يفو دير اللي الشخصيه نتاع عزيزه ما عرستش مش على خاطر ما لقاتش، ما عرستش على خاطر ما حبتش تعرس. شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ الاستعمال نتاع الكلمه وقت اللي نجيب يقول لها هكاك، فما كان نجيب يقول لها هكاك كنشوفوا في الشخصيات الكل معناتها حتى نانا ما تقولها لهاش قليل وتستعمل كلمه اخرى هي تقول مباراه وما تقولها لهاش هي ديريكتومون، اما خاطر لازم نفهموا زاد العلاقه بين زوج شخصيات نجيب وعزيزه معناتها اون ديغي خوات راهم تربيوا مع بعضهم كبروا مع بعضهم، هذاك نوع من الدك العائلي بين ظفرين بيناتهم اللي ينجموا يسمحوا لبعضهم باش يقولوا كلام من النوع هذايا من غير خلفيات حقوقيه ولا اجتماعيه. خلفيات نتاع مساواه، علاش هو قال لي مثال الراجل ما نقولولوش عمره 40 سنه من المراه نقولولها اي المجتمع التونسي اي وكانت تزيد معناها تحطها اكثر واكثر واكثر في المسلسل وتعديت برشا مرات. احنا نقترحوا رانا في الخدمه في اي خدمه احنا نقترحوا. كانت حبيت تقول لي إيه احنا هوكا في المجتمع المراه تنقيس من قيمه المراه الكلمه كلمه باي. لا مش صحيح، هي كلمه تقال معناها تنجمش انت تجي المجتمع التونسي تو تقول له اش بك تقول هكا وما تقولش هكا، ماناش باش نعلموه احنا. احنا سي اون بروبوزيسيون، الكلمه تتقال ننقلوها ساعات وكل ما فيها ولا نصرفوا فيها شوي. ما انا 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 ما قلقتنيش معناها ما عرفش سي اوسي بور بروفوكي معناتها لا ديسكوسيون لا بروف اللي احنا توا قاعدين نتحاوروا فيها ونتناقشوا فيها. نتصور اللي في برشا برشا فضاءات اخرى في عائلات بتات ولا ناس مع بعضهم راهو تطرح الموضوع ومصطلح بايره ونستعملوه ولا ما نستعملوهش وعلاش نستعملوه، اسكو ينقص من قيمه المراه ولا لا، المراه اللي ما حبتش تعرس ولا اللي ما لقاتش كيفاش تعرس. خاطر يظهر لي اللي زاد العمل الفني ما يجيش باش يجاوب على الاسئله بقد ما يجي باش يخلي الناس تطرح اسئله وتحل البوليميك معناتها.